في النصر جريح بعد الكلاسيكو، أوكي، يقيل مدربه، واضح أن هناك مشاكل داخلية أدت إلى وجود حمد الله اليوم على دكة البدلاء. وسط كل هذه المعطيات، المهم إيش بوجود في كرة القدم وفي المنافسة على الدوري ووجودك في السباق أن تنتصر. اليوم النصر المستوى مش ولا بد، العطاء من النجوم بالذات الثقال السوبر ستار مش مطمئن، لكن حقق الأهم اللي هو أخذ 3 نقاط في البنك حقه، أعاد له نوع من الانتصار المعنوي، والمهم جدا أن تبقى في سلم الترتيب، لازلت قادر على المنافسة. لا تنسى أنه اليوم انتصر على فريق الباطن المنظم تكتيكيا على أعلى مستوى، والباطن هو من استطاع أن يوقف حامل اللقب على الأقل بالتعادل على أرضه بين جمهوره في استاد الملك فهد، وحبس أنفاس الهلال في مباراة تجاوزت 90 دقيقة. بمعنى نقول بأنه النصر اليوم حقق الأهم بالنسبة له. باقي على الإدارة النصراوية بقيادة أبو عبد الله مسلي المعمر أن تستعجل عملية استقطاب كادر تدريبي يستطيع أن يوظف هؤلاء النجوم اللي جبتهم وصرفت عليهم المليارات، أو عفوا الملايين. لازم يعني وسط وجود هذا الكم من النجوم الأجانب والمحليين، أوكي، لابد أنك تجيب كادر تدريبي يستطيع أن يوظف هؤلاء اللاعبين. الناحية الثانية، لازلت أنت في المرحلة الشتوية تحتاج، إذا تبغى تتنافس، إذا تبغى تبقى العالمي فريق بطل قادر على الصعود إلى المنصات من جديد، لابد من أيضا استقطابات أخرى. يعني شوف، أنا والله وليد عبد الله أحبه وأحترمه وأقدره وأتمنى له الخير، لكن النصر بحاجة أيضا إلى، ما عنده حارس بديل على الأقل، لو قلنا لو أصيب وليد عبد الله تورطوا. بمعنى لابد أنه يكون فيه اللي هو حارس أجنبي، أو على الأقل تستقطب حارس محلي أنت واثق أنه من الممكن أنه يملى العين، يعني يستطيع عنده. الموضوع الأخير بس همسة في أذن الجميل اللي أسعد المدرج النصراوي لمباريات كثيرة ولأشهر كثيرة وفي بطولات كثيرة، اللي هو المغربي الهداف المتميز وهداف الدوري السعودي حمد الله. يا حمد الله، أنت عندك رئيس تنفيذي، أوكي، الجوال حقه كشاف وقال لك أنت بوجود، ما هو سر على الهواء في برنامج في يوم من الأيام، حاط اذن من طين واذن من عجين. يا ابو ركان ما يدري وش الدنيا في السوشيال ميديا. فاللاعب يحتاج ان يكون في هذه الدائره. انا اعرف لاعبين كثير سعوديين بالذات يقول لك على الاقل على الاقل قبل المباراه ب 48 ساعه ما ادخل على تويتر ولا على السناب ولا على اي شيء. انت تحتاج ان تركز، حذفت حسابك في تويتر معناته انت متاثر،